بنبدا مع حضراتكم نهارك سعيد، وبنبدا دايما بفقره الصحافه. ومنورنا في الاستوديو الاستاذ الكاتب الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير جريده الوقت. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. نبدا على طول من جريده الاهرام وتصاعد المواجهات بين الامن والمتظاهرين في الميدان. وزاره الصحه 10 شهداء و1700 مصاب في الاشتباكات، واستقاله وزير الثقافه احتجاجا. اولا ما فيش شك ان طبعا استاذن بس حضرتك نبدا، يعني حضرتك نقول خبر خبر وبعد كده نرجع عشان اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك من جريده الاهرام. اولا جريده الاهرام زي ما سيادتك قلتي هناك تصاعد المواجهات بين الامن والمتظاهرين في الميدان، ميدان التحرير تحديدا. وزاره الصحه اعلنت ان هناك 10 شهداء و1500 مصاب في هذه الاشتباكات الداميه. وهناك اتجاه ان يعني تقدم الدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافه باحتجاجه. تعليق هذا الخبر، اولا احنا يعني ما يحدث في مصر الان او المشهد السياسي وبالتحديد في ميدان التحرير، يعني بصراحه احنا داخلين على مرحله منحدر خطير، منحدر امني خطير بيهدد الديمقراطيه. وهدد الديمقراطيه اللي بداناها بثوره 25 يناير. انا مع اللي بيحصل دوت، انا بتهم فلول النظام البائد ان وراء هذه الاحداث. هناك مواجهات بين الامن وبين المتظاهرين، ده شيء يعني انا بتوقعه. يعني في طرف ثالث في النص، انا هذا الطرف انا بتوقع يعني الطرف ده مجهول للاسف الشديد. احنا على نقول على سبيل المثال احداث مزبيرو، لحد النهارده هناك طرف مجهول بندور عليه مش لاقينه. انا بتمنى في كل احداث يا فندم في طرف مجهول. مجهول، انا بتمنى المجلس القومي، المجلس العسكري يكشف لنا عن هذا الدور اللي بيلعبه هؤلاء المجهولين اللي بين قوسين الفلول او اعوان الفلول. يعني مش عايز اقول الفلول، لان الفلول اغلبيتهم يعني احنا يعني معروفين لينا، ولكن انا بقول اعوانهم او انصارهم اللي هم بيعتبر خفافيش هذه الثوره، اللي بيهددوا هذه الثوره. وبالتالي كل يوم بنسمع يعني بنسمع مواجهات واشتباكات دامية بين المواطنين العزل وبين وزارة الداخلية المتمثلة في رجال الامن. راي حضرتك ايه يا فندم في والله احنا انا زي ضد المتظاهرين. ايوه، وضد المواطنين. اولا احنا عايزين يعني ننعم بالاستقرار. بصراحة هناك ما فيش استقرار امني. انا كمواطن يجب على وزارة الداخلية ان يعني تعيد العلاقة، هذه العلاقة بينها وبين الشعب. انا هذه العلاقة هتبقى يعني مبطورة، لان حصل شرخ ما بين وزارة الداخلية متمثلة في الشرطة والمحادثة وبين الشعب. الشعب برضو لابد ان يتعاون مع الشرطة. أكيد يا فندم، بس يمكن في ناس كتيرة جدا وصفت يمكن أحداث 19 نوفمبر وأحداث امبارح إن هي مماثلة جدا لأحداث يوم 28، رأي حضرتك إيه؟ لا ما فيش حد، يا حول حضرتك، ده بالعكس أنا بتوقع الفترة الجاية دي فترة دموية وأخذ شباكات دامية ومواجهات دامية بين الشعب وبين الشرطة. للأسف الشديد أنا زعلان حاجة واحدة، المجلس العسكري. أنا ملاحظ، أنا مش بتهم المجلس العسكري، هناك نوع من التقاعس أو نوع من يعني أنا شايف الانفلات الامني بدا يزيد، الانفلات الامني بدا يتحرك تدريجي بس زاد في الفتره الاخيره. والاحداث احنا النهارده لما نراقب رقم هذا 10 شهداء وحوالي 1700 مصاب، انا بتوقع النهارده هيزيد هذا الرقم. هو يمكن 18 احنا قلنا الصبح، يعني قبل ما نيجي كان 18. طيب انا بتوقع لان بيحصل ان عدد المصابين اصابتهم يعني اصابتهم يعني اصابات يعني كبيره، وبالتالي بتحول يعني ايه بالرقم بيزيد، وانا بتوقع الرقم ده هيزيد. اكيد يعني ال10 هيزيدوا 17 هيزيدوا اكتر من كده. طيب خلينا نربط ده بالخبر اللي موجود في جريده الاخبار. وزير الداخليه لم نطلق رصاصه واحده واعتقلنا مثير الشغب اطلقوا النار على المحتجين. والله انا مع احترامي للسيد وزير الداخليه اللواء منصور عسوي، انا مش مقتنع بهذا الكلام. يعني اذا كان هو بيقول هذا الكلام، الكلام ده احنا مش بنمثل فيلم. يعني احنا النيابه هتحدد نوع الطلقات، نوع الرصاص، وانا اشك ان راجل الشرطه مش هيستخدم سلاح. يعني القنابل المثيره للدموع اللي حصل ده، القنابل المثيره للدموع دي مواطنين هم اللي عملوها؟ انا بتهم وزير الداخليه، الكلام ده غير انا مش مقتنع بيه. انا كمواطن يجب ان وزير الداخليه يصحح الكلام ده، الكلام ده للاستهلاك المحلي والصحافه. احنا انا ضد ما يعني ضد اللي يقوله، لان من غير انا مش يعني مش مقتنع. أنا لم نطلق رصاصه، ده ضابط الشرطه لا يملك الا سلاحا، هو جواه الرصاص. ده صحيح يا فندم.
خلينا كمان نروح لجريدة الأهرام والصفحة الأولى، المجلس العسكري لنسعى إلى إطارة الفترة الانتقالية وملتزمون بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. والله حلو حضرتك حاجه، يعني مع احترام المجلس العسكري انا ملاحظ، يعني انا مش بتهمه كمجلس عسكري، ولكن انا كلامه انا بلاحظ ان كلامه متناقض. يعني يقول والله انا بحب مصر، وهو بيقول لك ما فيش فتره انتقاليه وملتزمين بتسليم السلطه الى، انا مش شايف هناك اتجاه لتسليم السلطه للمدنيين بصراحه. وبين قوسين مش عايز اقول، يعني انا ممكن اتوقع هناك مرشح عسكري في يوم من الايام، وانا كبقية المواطنين ما يحدث في مصر من انهيار الأمني يجب أن يتطلب أن يتدخل المجلس العسكري في يعني قيادة عسكرية تقود البلاد 4 سنوات وبالتالي يسلموها للمدنيين. أنا بطالب بكده، لأن أنا مش حاسس بالأمن كمواطن، مش حاسس بالأمن أبدا، وبالتالي أنا أطالب. يعني أنا مش بقول أنا ضد المدنيين، ولكن المرحلة إحنا مرحلة عصيبة جدا، لابد أن يتدخل المجلس العسكري في ترشيح أحد هؤلاء، وهذا على مسؤوليتي عشان أستشعر بالأمن، أولادي يستشعرون بالأمن، المواطن العادي يستشعر بالأمن. الأمن مش موجود، الأمن مفقود، ولابد أن يتدخل المجلس العسكري لإعادة الثقة بين الشعب وبين الشرطة. وأنا يستغرق هذا 4 سنوات، أنا بتمنى المجلس العسكري يقود هذه الفترة هي اللي هي قبل الانتقالية، الانتقال للسلطة المدنية. يعني حضرتك من وجهة نظرك إن لو المجلس العسكري رشح حد من المجلس العسكري هو ده اللي هيدفع بالبلد للأمن والاستقرار؟ والله حول حضرتك حاجة، للأسف الشديد يعني أنا بقول الفترة دي إحنا فترة عصيبة، وبالتالي لابد أن يطلب هناك حسم، والراجل العسكري بطبعه راجل حاسم يعرف يقود البلاد، وبالتالي أنا بطلب من هذا المكان إن إحنا يقود هذا البلاد لمدة 4 سنوات، وبالتالي تنتقل السلطة إلى المدنيين. عكس في الشارع المصري يقول لي لا أنت يعني أنت بتقول كلام، إحنا طلبنا بالمدنيين، إحنا عانينا من الحكم العسكري. لا، أنا بقول الفترة دي عصيبة، إحنا كل يوم لا نستشعر بالأمن، لا ما فيش أمن، الأمن مفقود مفقود مفقود، وبالتالي لابد أن يتدخل أحد، يعني المجلس العسكري في ترشيح أحد يعني اعضائي، مش اعضاء الموجود في المجلس العسكري، راجل عسكري كان يكون راجل سابق، ولكن راجل عسكري يقود البلاد الى مرحله ما قبل الانتقال الى السلطه المدنيه. بس يمكن الامن اللي مش موجود في البلد ده يا فندم اسمح لي هو ليه اسباب كثيره جدا. لا يعني ليه اسباب كثيره جدا معروفه، يعني هقول لك بصراحه، المجلس العسكري متخاذل، يعني مش عايز اقول لك متخاذل، المجلس العسكري بيتدخل في اخر مرحله. يعني النهارده لما بيحصل احداث التحرير على سبيل المثال او اي احداث، الشرطه بتدخل، بيحصل مواجهات، المجلس العسكري يعني او الجيش او القوات المسلحه بيتدخل في اخر مرحله. بعد امتى؟ لما الدماء تسيل وتنزف. ده صحيح يا فندم. خلينا نروح كمان انا اسفه جدا لجريده مصر اليوم، حكومه شرف قدمت استقالتها احتجاجا على احداث التحرير والعسكري رفضها. اولا دي مش اول مره ده صحيح. او حكومه الدكتور عصام شرف تقدم استقالته. هي حكومة أضعف حكومة شهدتها البلاد منذ أكثر من 30 سنة. أضعف حكومة، وبالتالي حكومة شرف إحنا يعني خذلنا الدكتور عصام شرف، الثوار اللي جابوه من التحرير خذلنا، لأنه هو أصبح تابع، أنا بقول بصراحة وأنا مواطن ويجب، هو تابع للمجلس العسكري، بيتلقى التعليمات من المجلس العسكري، وده اللي أنا زعلان عليه، مفيش قرار حاسم يتخذه. انا بقول على سبيل المثال، ما حدث في مجلس في ميدان التحرير لابد ان يتدخل الدكتور عصام شرف في القاء بيان للشعب وللامه، ما حصلش الكلام ده لحد هذه اللحظه. يقول لك النيابه، الموضوع في ايد النيابه، مع احترامي للنيابه ستقوم بدورها، ولكن حكومه شرف كانت خذلتنا. واذا كان المجلس العسكري رفض هذه رفض تقديم استقالتها، الشعب بيطالب بايه؟ استقاله حكومه شرف، كل حكومه شرف، وبالتالي حتى يستشعر هناك حكومه قويه. وانا اتمنى، انا بتمنى ان يكون رئيس الحكومه القوي برضه، رئيس الحكومه راجل عسكري، مش راجل عسكري في المجلس العسكري، راجل عسكري بطبعه الشديه والحسم والمواجهه. يمكن يا فندم بس يعني طيب خلينا نروح لجريده مصر اليوم والتحرير لن نغادر الميدان قبل تنحي المجلس. تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ لا بيرجع لنا الكلام اللي قلته قبل كده، انا بطالب
ان استقاله حكومه شرف. احنا في ايام عصيبه، انا مع بعض، احنا داخلين على انتخابات او مرحله. بس يمكن حضرتك، انا هاخد من كلام حضرتك، يمكن حضرتك قلت ان يمكن حكومه الدكتور عصام شرف ما عندهاش صلاحيات، لان كل الـ نقدر نقول التعليمات اللي بتاخدها من المجلس العسكري. لا، تحركها بطيء جدا. يعني حكومه الدكتور عصام شرف المفروض الحكومه تبقى هي بتجس نبض، او هي نبض الشعب. ويمكن على لسان المجلس العسكري بيقال ان الحكومه دي هي حكومه تسيير اعمال. لا، الحكومه تحركها بطيء جدا. يعني انا النهارده، هل الحكومه لوحدها اللي تحركها بطيء جدا، ولا في جهه تانية كمان تحركها بطيء؟ الحكومه والوجهات، انا بقول لسيادتك المجلس العسكري بيتحرك في اخر مرحله. ولكن الحكومه تحركها من الاصل بطيء جدا. وانا بالتالي الحكومه يعني بطيئه، مش حكايه تسيير اعمال. المهم تبقى قد المسؤوليه. انا حاسس ان الدكتور، حكومه الدكتور شرف تحديدا، غير مؤهله ل يعني اداره المرحله، اداره هذه المرحله، لان احنا في مرحله عصيبه وداخلين على انتخابات. الانتخابات اللي جايه دي، انا بتوقع من هنا هتبقى انتخابات دمويه، هناك اطراف اخرى داخله في العمليه الانتخابيه، وبالتالي انا بتوقع انفلاتا امنيا. طيب خلينا بمناسبه الانتخابات نروح لجريدة الشروق والصفحة الأولى، رئيسة العليا الانتخابات في موعدها رغم أحداث التحرير. مش شك إن الانتخابات هتبقى في موعدها، بس هيحصل فيها انفلات أمني، في مواجهات دموية. احنا ما بنبصش للقاهرة أو بنبص للعاصمة. المواجهات الدموية أو اللي هيحصل بين الشعب في الأقاليم الصعيد. طيب أنا هرجع برضو لكلام حضرتك وعلى لسان حضرتك، حضرتك قلت يمكن عن المجلس العسكري ان هو اكتر واحد هيدينا الامان دلوقتي. تمام. فخلينا نقول ان المجلس العسكري كمان قال انه على مسؤوليته تماما تامين الانتخابات اللي جايه. حضرتك شايف ان المجلس العسكري قادر على تامين الانتخابات في المرحله اللي جايه؟ لا مش قادر. عدد حضرتك، احنا فوجئنا بعد ثوره 25 يناير ان عدد قوات الشرطه 3 أضعاف قوات الجيش. حاجه عجيبه. يعني اذا كان الشرطه بهذا الكم، بهذا الاعداد، جحافلها مش قادر تسيطر على البلد. احنا مع احترامي هي معاهم يعني المجلس العسكري، انا كنت اتمنى ان دورهم يكون تامين حدودنا، مش تامين الجبهه الداخليه. تامين الجبهه الداخليه مسؤوليه وزاره الداخليه، هو الامن المفقود. وبالتالي الانتخابات ستشهد، وبقرة ستشهد يعني مواجهات داميه. المشكلة إن الشعب كده يعني محتار، هل يروح الانتخابات ولا يقاطع الانتخابات؟ يعني لا، أنا بطالب الشعب يروح سنة دي الانتخاب. إحنا لسه في مرحلة أنا يعني زي ما أطلقت قبل كده، مرحلة KG1 ديمقراطية. تقدم. طيب خلينا كمان نروح لجريدة الأخبار الصفحة الثانية، اللجنة القضائية العليا تناقش قانون تصويت المغتربين في اجتماع عاجل. أولاً المجلس العسكري منذ يومين أصدر قانون بمرسوم على أساس قانون تصويت المصريين. مش عايزين المغتربين، أنا ضد كلمة المغتربين. أنا بقول المصريين في الخارج وليس المغتربين، لأن المصري جزء من يعني المصري خارج مصر هو جزء من نسيج الأمة، هو جزء من الشعب المصري، وأنا واحد من هذا الشعب، وبالتالي أنا ضد كلمة المغتربين في هذا العنوان. وبالتالي إن اللجنة القضائية العليا بتناقش على أساس إن تصويت الادلاء باصواتهم بطريقه يعني امنه، وبالتالي انا اتوقع التصويت الخارج هيبقى افضل بكتير جدا من تصويت الداخل. بنتمنى يا فندم طبعا يعني العمليه الديمقراطيه تتم في ميعادها ان شاء الله. خلينا نروح لجريده الشروق، والسلمي ينفي تعديل الوثيقه ويؤكد الاخوان اقترحوا استبدال مدنيه بديمقراطيه. يعني الديمقراطيه طبعا يحط تحتها 3 خطوط. ما فيش شك، لابد ان يكون يعني الوثيقه الدستوريه وثيقه يعني عليها اجماع وتوافق من جميع اطراف القوى السياسيه، الاخوان والسلفيين وجميع الاحزاب الشرعيه اللي طلعت بعد الثوره والائتلافات. لابد ان يكون هناك توافق واجماع على هذه الوثيقه، وبالتالي لازم تصدر في صورتها النهائيه بصوره ترضي جميع الاطراف. طب يعني راي حضرتك في اقتراح استبدال مدنيه بديمقراطيه معناها ايه بالظبط؟ والله حضرتك يعني انا حول حضرتك حاجه، يعني التلاعب بالالفاظ يعني حاجات قانونيه شويه. يعني انا بقول الديمقراطيه هتبقى افضل من كلمه المدنيه. يعني الديمقراطيه انا حتى اما الديمقراطيه بمعناها يعني ان اللي جاي نتقبله ان احنا ديمقراطيين. كلمه ديمقراطيه ممكن يبقى اكتب كلمه ديمقراطيه وانفذ عكسها. الكلام كتير والتنفيذ قليل،
وبالتالي مش هتفرق مدنية ديمقراطية، مهم ديمقراطية على أرض الواقع مش ديمقراطية على الورق. طبعا أكيد يا فندم.